كل جهات ممكن تشارك هي مشاركة العام هذا، ونتوقع إن شاء الله ونأمل أن يكون حفل افتتاح جديد وقوي، وسوف يتكرر حفل افتتاح مرتين إذا لم يكن ثلاث مرات، وسوف يكون هناك يعني كثير من الفعاليات خارج الطائف تعلق سوق عكاظ وفي أنحاء الطائف. يعني سوق عكاظ مناسبة وطنية، فهي مناسبة مهمة لأنها نستعيد فيها المكانة الحضارية والتاريخية لهذه البلاد الكريمة المباركة، وأن سوق عكاظ كان أحد الحلقات المهمة حقيقة في نشوء يعني تاريخ هذا الوطن وتاريخ الإسلام، والحلقات التي متكاملة جذبت الاقتصاد لهذه المنطقة وجذبت الثقافة لهذه المنطقة. سوق عكاظ يعيش من جديد ويحيا من جديد، مثل ما يقول أخوان هنا في جامعة الطائف، الطائف من جديد، أنه نجدد النظرة المتجددة لتاريخنا من منظور جديد.